وقال العدير السلولي: تركنا أبا الأضياف في ليلة الصبا بمرّا ومردا كل خصم يجادله، تركنا فتى قد أيقن الجوع أنه إذا ما ثوى في أرحل القوم قاتله، فتى قد قد السيف لا متضائل ولا رهل لباته وأباجله، إذا جد عند الجد أرضاك جده وذو باطل إن شئت ألهاك باطله، يسرك مظلوما ويرضيك ظالما وكل الذي حملته فهو حامله.